ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل مع بعض طاجن المكرونه بالهوت دوج. طاجن سهل ولذيذ، واكله كده سريعه وما بتاخدش وقت خالص، ومكونات قليله جدا، ويعني بتنجز كده لو احنا يعني مستعجلين او لو احنا زهقانين من الاكل كده العادي نقدر نعملها، ويعني في اقل وقت هنطلع احلى طبق مكرونه. وانتوا طبعا عارفين ان انا بعمل مكرونات كتير من كتر ما انا بحبها، فهتلاقوني يعني ان انا بقدم وصفات كتير للمكرونه بطرق مختلفه، بس بجد بيطلع طعمها تحفة قوي في الاخر. فيا رب الوصفة بتاعت النهاردة تعجبكم. دي المكونات بتاعتنا. عندنا هنا تقريبا دول 300 جرام من المكرونة المسلوقة. انا مستخدمة المكرونة اللي هي القواقع الصغيرة، تقدروا تستخدموا اي نوع مكرونة. عندي هنا 2 من الهوت دوج مقطعاهم شرايح صغيرة، وعندي هنا التوابل ملح وفلفل وزعتر وبابريكا وبودرة بصل ومعلقة من السكر. وعندي هنا كوباية من مية سلق المكرونة بشيلها عشان لو محتاجة ازود الصوص، وكوبايتين من الطماطم المعصورة والمتصفية، ومعانا فصين من الثوم المهروسين. دي بس كده كل المكوناتنا، ومعانا برضو في الاخر الجبنة اللي هنعملها على الوش وندخلها فيها الفرن. بجد مكونات سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة خالص. وطبعا تقدروا تغيروا الهوت دوج للسجق اللي هو الشرقي بتاعنا لو ما مش متوفر عندكم الهوت دوج. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندنا هنا حله على النار فيها معلقتين من الزيت، تقدروا تستخدموا زيت زيتون او زيت نباتي. هبدا اشوح الهوت دوج فيها. تقدروا تسلقوا الهوت دوج لو حابين تسلقوه الاول قبل ما تشوحوه، عادي مفيش مشكله، بس انا بقطعه شرايح كده يعني بتبقى يعني مواربه كده شويه، وبشوحه على النار قبل ما انزل بقى بقيه الاضافات. بتأكد بس ان كل الهوت دوج واصل للزيت وللحرارة عشان يستوي كويس. لو مستخدمين نوع هوت دوج بجد نضيف ومضمون ويعني وانتم يعني واثقين فيه، هتطلعوا بجد احلى طعم مكرونة بالهوت دوج، يعني تطلعوا نتيجة حلوة جدا. اهم حاجة تتأكدوا من نوع الهوت دوج اللي انتم مستخدمينه. ما بياخدش وقت خالص، يعني 5 دقايق بالكتير هتلاقوه اتشوح ولونه بدأ يغمق شوية. اقلبه بقى واتاكد ان كله خلاص كده اتشوح كويس قوي مع الزيت، وابدا بقى اضيف عليه باقي المكونات. هنضيف هنا فصين من الثوم المهروسين. ما بحبش اضيف الثوم في الاول عشان بس ما يبقاش ممرر في الاكله دي ولونه يغمق قوي، فبضيفه بعد الهوت دوج. تقدروا كمان تضيفوا البصل شرايح او قطع صغيره، بس انا هنا معوضه عنه ببودره البصل لاني مش بحبه يبقى ظاهر قوي في الوصفه. حطينا التوابل زي ما قلنا ملح وفلفل وبابريكا وبودرة بصل ومعلقة من السكر ومعلقة من الزعتر. هقلبهم بقى مع بعض، وهنبدأ بقى نضيف بعد كده الصلصة تكون معصورة ومتصفية، وحطيت عليها معلقة من معجون صلصة الطماطم بيديها تقل كده ولون حلو قوي للطماطم. لو ما عندكوش طماطم فريش تقدروا تستخدموا المعجون، بس معجون صلصة الطماطم بس، او اي طريقة بقى انتوا بتعملوا بيها المكرونة العادية. خلاص هقلبها بقى كده مع الهوت دوج والثوم والتوابل، ونكمل بقى تسبيكة المكرونة العادية جدا اللي احنا متعودين عليها. هسيبها بقى على نار كده هادية شوية وهغطيها تقريبا يعني 10 دقايق لحد ما الاقي بقى الصلصة اتسبكت والصوص بدأ يتقل. هحط بقى عليها المكرونة. لو حسيت ان الصوص تخن قوي والمكرونة اتسبكت قوي زي ما قلتلكوا تقدروا تضيفوا عليها مية سلق المكرونة، لان هي بيبقى فيها نسبة من النشا بتاعت المكرونة فبتدي تقل كده للصوص وبتخليه حلو قوي. اهم حاجة طبعا تكون سخنة ما تكونش باردة. كده خلاص يعني فعليا احنا خلصنا الوصفة او خلصنا الطبق. تقدروا تقلبوا المكرونة وتسخنوها وتحطوها بقى في الطبق وتاكلوها على طول. الخطوة اللي جاية دي خطوة اضافية، لو مش حابين تعملوها مفيش اي مشكلة، تقدروا تغرفوا المكرونة على كده، هي خلاص تمام استوت وكل حاجة زي الفل. بس يعني انا بقى بحب اعمل الخطوة الاضافية دي لانها بتنقل بقى المكرونة لليفل كده تاني حلو جدا يعني. فانا هفضل اقلب كده شويه فيها في الصوص، اتاكد ان المكرونه كلها خلاص شربت من الطماطم، وهاخدها بقى نقلها عشان نعملها بقى في الطاجن ونحطها في الفرن. زي ما قلت لكم اللي مش حابب يعمل الخطوه دي عادي يقدر ما يعملهاش خالص وياكل المكرونه على كده، وصدقوني بتطلع لذيذه جدا وسهله، وزي ما انتم شايفين ما خدتش تقريبا 10 دقايق وكان عندنا وجبه متكامله. عندي بقى هنا ده الطاجن اللي انا هحطه فيها، وعندي ميكس من الجبن موتزاريلا ورومي بشراهم. هحط بقى دلوقتي المكرونة في الطاجن اللي هدخله الفرن واسويها، وحط بقى عليها الجبن.
هي ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، برضو 10 دقايق بالكتير قوي، لان تقريبا كل حاجة فيها مستوية، يدوبك بس الجبنة كده تسيح وتدخل بقى مع المكرونة وتتحمر كده من فوق وتاخد قرمشة حلوة. هحط بقى دلوقتي الجبن عليها واكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 200، يعني هي تقريبا فعلا ما بتاخدش 10 دقايق، لو احتاجت ممكن نشغل عليها الشواية 5 دقايق بس من فوق، بس هي تقريبا مش هتحتاج، الجبنة هتسيح وهتتحمر من فوق، يعني لو احنا بقى مشغلين الفرن عادي او مسخنينه بدرجة حرارة كويسة. زي ما قلت لكم الخطوة دي اضافية، لو ما حدش عايز يعملها مفيش اي مشكلة، عادي جدا، بس انا بحس كده الجبن بقى بتدي كده طعم حلو قوي للمكرونات، بالذات مع الاكلة دي بتدي كده طعم حلو قوي. زي ما انتوا شايفين دلوقتي المكرونة خلاص خلصت، خرجتها من الفرن تقريبا بعد 10 او يعني ربع ساعة، ما عادتش كتير خالص، وكانت خلاص الجبنة بقى ساحت ودخلت كده مع المكرونة، ويعني بجد خلتها يعني حاجة تانية خالص. فبجد اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وسهلة ولذيذة وما بتاخدش وقت خالص، وبيبقى عندنا وجبة كده حلوة وبتشبعنا بقى في الايام اللي احنا بنبقى زهقانين فيها من الاكل العادي. زي ما انتوا شايفين الجبنة بقى سايحة وبتمط، ويعني انا بالنسبة لي ده خلاص كده انا يومي كده بقى زي الفل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبجد جربوها هتحبوها جدا. وزي ما قلت لكم فكرة ان الهوت دوج يبقى من مكان مضمون ويبقى نظيف ونوعه كويس، ده بيخلي الوصفة تنجح معانا بشكل حلو جدا. بجد الوصفة كانت حلوة قوي وسهلة وما خدتش وقت خالص، ويعني الجبنة كده مدياها طعم حلو قوي وطراوة كده لذيذة، فيا رب تجربوها وتعجبكم، وان شاء الله بقى استنوني فيديوهات تاني كتير، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جاية، لان فيه يعني فيديوهات جاية كتير قوية جدا وافكار حلوة قوي، استنوها واوعدكم ان الفيديوهات اللي جاية هتعجبكم جدا، وبس كده اشوفكم في فيديوهات تاني قريب ان شاء الله، وباي باي.